السلام عليكم ورحمة الله، معكم الباشمهندس علي رسمي. هنتكلم بالفيديو ده عن طريقة بسيطة أقدر من خلالها أتحكم في سرعات الإنفرتر اللو والميديوم والهاي بشكل بروفيشنال وبسيط عن طريق شاشة الـ HMI والـ PLC باستخدام السلايدر تول. الإنفرتر اللي هنشتغل عليه هو إنفرتر ميتسوبيشي كالعادة، ومش شرط ميتسوبيشي لأن أي إنفرتر موجود في السوق هلاقي فيه التلات سرعات. هنا التلات سرعات بتوعي هما الـ RH والـ RM والـ RL. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على البروجرامينج للـ PLC والـ HMI، وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن توصيل الهاردوير ما بين الـ PLC والإنفرتر. لو رحنا بصينا على برنامج الـ PLC هلاقي إن عامل تلات خطوات بسيطة. إن طول ما المشغل بيعلي السرعة من 1 لحد 30، الـ PLC هيطلع للإنفرتر أمر يخليه يشغل الموتور بالسرعة الثابتة اللي متسجلة في الميموري بتاع الإنفرتر الخاص بالـ RL، ومن 31 لحد 60 هيطلع له السرعة اللي متسجلة في الـ RM، ومن 61 لحد 100 هيطلع له السرعة اللي متسجلة في الـ RH. تعال نروح للسيميوليشن علشان نوضح أنا قصدي إيه. في الحالة الطبيعية مفيش سرعة طالعة لأن السلايدر قيمته زيرو، لكن لو بدأت أعلي وأقدر أشوف قيمة الفاليو الخاصة بيا على السكيل بتاعي اللي هو الديسبلاي أوت، هنا 8 هرتز، والتمانية ما بين 31، علشان كده اللو سبيد هو اللي أكتف معايا. ولو عليت السرعة ما تعدي 30 هلاقي إن الميديم هو اللي أكتف، ولو عليتها أكتر هلاقي ان الهاي سبيد هو اللي اكتف معايا. الهدف من الفيديو ده هو شرح عملي للسلايدر وللإكويشن فانكشن وازاي اقدر استخدمهم في البرمجة بتاعتي، يعني مش هلاقي البرنامج بالبساطة دي في الاندستريال ابليكيشن، فده مجرد تطبيق بسيط جدا. خلصنا كده البي ال سي، نروح لبرمجة الاتش ام اي. اول حاجة هحتاج اعرفها هو ازاي برسم السلايدر. هو موجود عندي جاهز في التول بار، هاخده وارسمه. لو دوست عليه هلاقي ان اول حاجة قدامي هي الديفايس، وهنا بكتب الريجستر اللي انا شغال عليه، وهو هنا دي زيرو. بحدد بعد كده اللور ليميت بتاعي، الديفولت بتاعها سالب 100، انا هخليه زيرو، وهسيب الابر ليميت زي ما هو. هروح بعدها للسلايدر دايركشن، في هوريزونتال وفي فيرتيكال، انا عامله هوريزونتال، وهختار الموفينج دايركشن ليفت تو رايت. لو بصيت عليها في الفيرتيكال هلاقي في اب تو داون او داون تو اب. هروح بعد كده للسكيل وهختار منها عدد البوينتس اللي هتظهر قدامي، اقدر ازود واقدر اقلل، واقدر اختار كمان اللون بتاعي. ده بالنسبة للبرمجة. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن التوصيل ونجرب اللي عملناه ده في مثال عملي، فاستنونا.